تواصل الحملة الوطنية للتطعيم ممثلة بالفريق الوطني الطبي جهودها الهادفة إلى حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا وتأتي هذه الحملة متزامنة مع أقبال عدد كبير من المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المضاد للفيروس وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ أكثر من 637 ألف شخص فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية أكثر من 499 ألف شخص هذا وجددت الوزارة دعوتها لضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجميع بمن فيهم المتطعمين بهدف خفض معدلات انتشار الفيروس